السلام عليكم. الثابت أن السوريين أنفقوا سيلاً من الدماء من أجل انتساع حريتهم وإسقاط الاستبداد، وأنهم ثبتوا على ذلك سنين طويلة دافعين أثماناً باهظة من استقرارهم وأمنهم. والثابت أيضاً أن دولاً صغيرة ومتوسطة وكبيرة اجتمعت مصالحها ضد حريتهم فرمتهم عن قوس واحدة، وأن السوريين المنتفضين اختلفوا فيما بينهم بالسلاح وأسالوا دماءهم ببنادقهم. لكن ما ليس ثابتاً على الأقل في نظر مراقبين هو إذا ما كانت الانتفاضة السورية وهي تعبر عامها العاشر ما زالت مستمرة. وما ليس ثابتاً أيضاً هو حجم الثقة بقدرة السوريين المنتفضين على جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وتحاورهم البيني، بل حتى تفاوضهم بعضهم مع بعض قبل تفاوضهم مع غيرهم. بعد 10 أعوام من انتفاضة يرى كثير من الباحثين أنها كانت السبب المباشر في تغيير وجه المنطقة برمتها وفي تغيير قواعد اللعبة السياسية بين الدول الإقليمية والكبرى. يسأل سائل: هل اشتد عود انتفاضة السوريين أم أنها بهت لونها وخبى نجمها وتوارت وراء مصالح اللاعبين الكبار؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب التي تأتيكم بعيد ساعات من دخول الانتفاضة السورية عامها 11. أهلا بكم. بعد أن أنهت عقدها الأول تدخل الثورة السورية في عقد آخر لا تلوح فيه بارقة أمل لحل سياسي، مع استمرار النظام السوري بقتل وتهجير شعب ذاق الويلات لا لشيء سوى أنه طالب بحريته وكرامته. عسكر ورصاص حي ضد المتظاهرين السلميين، هكذا كانت بداية الثورة حين اختار الشعب الحرية واختار النظام القمع دون رحمة، معززا حملته بنظرية المؤامرة الخارجية والأجندات التي تريد النيل من النظام. وهكذا تفعل الأنظمة الدكتاتورية عندما تريد أن تسحق الشعوب. اتسعت التظاهرات بشكل أخاف النظام من أن تزلزل تلك الأصوات رغم سلميتها عرش الأسد المحتمي بإيران وروسيا والمستعد لفعل كل شيء من أجل البقاء على رأس السلطة، فأدخل الجيش في مواجهة الشعب لتبدأ مرحلة جديدة من القتل وتهديم المدن والبلدات، مع أن آلاف العناصر من الجنود والضباط انشقوا عن الجيش ليشكلوا طوق حماية للمتظاهرين، ثم يصبحوا بعد ذلك جيشاً يحرر المناطق من قبضة النظام. فصائل المعارضة سيطرت على الكثير من المناطق بعد تحريرها عام 2015 حتى باتت تهدد العاصمة دمشق. عندها استنجد بشار الأسد بروسيا التي سارعت لإنقاذه، ليستمر الدعم بعد ذلك في عمليات عسكرية أحرقت الأخضر واليابس بإبادة مدن بأكملها، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لإنقاذ الشعب من براثن آلة القتل التي لا تبقي ولا تذر. إنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بعد قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا وبهدف إجراء مفاوضات مع حكومة الأسد لم يكن مجدياً بعد أن أفشل النظام جلساتها وما تبعها من لجان، ليبقى الوضع المأساوي على ما هو عليه إلى أجل غير مسمى. إذن الانتفاضة السورية تدخل عامها 11 وسط صراع إقليمي ودولي على سوريا وفيها. عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيوف الحلقة. معنا في الاستوديو الدكتورة رغداء زيدان، عضو اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، وعبر سكايب من لندن زياد المنجد، الأستاذ زياد المنجد الكاتب الصحفي. وأيضا نعود إلى الاستوديو، معنا أيضا الدكتور عبد السلام البيطار رئيس اللجنة التحضيرية في حزب الوئام السوري. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأت معك دكتورة رغداء، كفرت في مجتمع الثورة، برأيك يعني وتقفين عن كثب على ما يجري فيها وحولها، هل يخالجك شعور بأن الثورة السورية انطفأت ووضعت أوزارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. وقبل أن أجيب يعني أريد أن أحيي الشعب السوري وأبارك له بثورته وباستمرارها، لأني أنا من الناس الذين يؤمنون تماما أن هذه الثورة ما زالت مستمرة ومستمرة بشدة حتى تحقق إن شاء الله أهدافها.
والدليل على ذلك أن هذا الشعب الذي تعرض لكل هذه الانتهاكات ولكل هذه المصائب ما زال حتى الآن مستعدا لكي يقدم تضحيات من أجل الوصول إلى أهدافه وغاياته. وبهذا أنا مع أن الثورة مستمرة وما زالت مستمرة، والشعب من خلال والناس من خلال احتكاك معهم دائما يؤكدون هذا. هم لا يريدون أي تنازلات، لا يريدون أي حل سياسي لا يحقق لهم مطالبهم، وبالتالي فإنهم مستعدون للاستمرار حتى تحقيق مطالبهم بالحرية والكرامة إن شاء الله. لكن تم يعني الناس هجرت من مدنها وبيوتها ودفعت أثمانا، ولا تكاد تخلو عائلة سورية من وجود معتقل في سجون النظام، إذا ما كان حيا فهو يخضع للتعذيب الشديد. مع ذلك هل لمستي بأن السوريين ما زالوا يعضون على الثورة؟ طبعا موضوع أنهم يعني موضوع كيف نفهم موضوع الثورة، هل نفهم موضوع الثورة أننا بعد كل هذه التضحيات يمكن أن نقبل بهذا النظام المستبد وأن تعود الأمور كما كانت في سوريا قبل الثورة؟ بالتأكيد لا. الموضوع موضوع الثورة ما نفهمه من موضوع الثورة أننا لا يمكن أن نعود لبناء سوريا جديدة فيها استبداد وفيها ظلم. سوريا الجديدة التي يريدها السوريون والتي يسعون إليها الآن والتي يصرون عليها هي سوريا التي فيها تعددية وفيها حرية رأي وفيها كرامة وفيها حرية، وبالتالي لا يمكن القبول بالاستبداد. وعلى هذا الأساس أقول أن السوريين ما زالوا إلى الآن مصرين على تحقيق مطالب الثورة، لا يريدون بعد كل هذه التضحيات أن تذهب تضحياتهم هباء أو تكون سدى ولا تحقق أو لا يحصلون على ما يريدون من انتفاضتهم التي دفعوا حتى الآن كما قلت حضرتك أثمان باهظة وما زالوا يدفعونها إلى الآن. والدليل على ذلك هؤلاء المهجرون الآن الذين موجودين في الشمال، أكثر من 1,000,000 شخص يعيش في الخيم، النظام يقول لهم ارجعوا، لماذا لا يعودون؟ هل أن الحياة في الخيمة تعجبهم كثيرا؟ بالتأكيد لا، لأنهم إذا عادوا فإنهم سوف يعطون هذا النظام شرعية، وهم يرفضون إعطاء هذا الشرعية، يرفضون أن يعودوا إلى بلد فيها مثل هذا النظام المستبد القاتل. طيب يعني لو حاولنا أن نغطي زاوية أخرى مع الدكتور عبد السلام معنا في الاستوديو. دكتور، شاهدنا يعني البارحة وقبل البارحة واليوم تظاهرات حاشدة في إدلب، وهي حقيقة هذه التظاهرات لها أهمية ودلالة كبيرة لأن إدلب الآن صارت مصبا لكل القوى الثورية في سوريا، معقل الثورة الأخير. برأيك لكن هل هذه التظاهرات تكفي للدلالة على أن هناك حراكا ثوريا نشطا في سوريا الآن؟ نعم، بداية لابد أن نحيي سلام على أرواح شهداء سوريا، ونحيي الأبطال الصامدين في سوريا وفي خارج سوريا الذين يدعمون الثورة السورية تستمر. يعني يحضرني الآن بعد ما تكلمت الدكتورة بيت شعر، يعني جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. الثورة السورية 10 سنوات حقيقة، 10 سنوات من الانتصارات، من الانتصارات ما ذكرته قبل قليل انت بخصوص المظاهرات والاعتصامات والمطالبات إلى الآن في الشمال السوري، هذه ليست فقط الآن في هذه في مناسبة الثورة. إذا احنا بدأنا نرصد من بداية الثورة السورية وعلى مدار 10 سنوات لم تتوقف المظاهرات في كل مناسبة، في كل لقاء، في كل فرصة خارج سوريا وداخل سوريا، الاعتصامات مستمرة والحديث مستمر والعمل مستمر دعما لهذه الثورة. لماذا؟ لأن السوريين عندما خرجوا في هذه الثورة وكسروا حاجز الخوف، كسروا إرهاب بشار الأسد، كسروا إرهاب إيران، كسروا إرهاب روسيا، أفشلوا المخططات الدولية التي هي تتعاطف مع نظام بشار الأسد، قوى الإجرام في المنطقة كلها لم يستطيعوا أن يحققوا شيء في داخل سوريا، هذا نصر للسوريين. فنعم، ما يحصل الآن في الشمال السوري وفي كل مكان يقوم به السوريين في مظاهرات أمام السفارات في الأماكن التي يسمح لهم بالمظاهرة والاعتصامات هي دليل واضح على أن هذا الشعب شعب منصور، وأنه يمتلك الهمة والإرادة والقوة والاستدامة، وأنه يريد أن يصل إلى الحرية التي خرج من أجلها، حرية السياسية، الحرية الاجتماعية، الحرية حتى الاقتصادية، الحرية في كل مجالاتها. ونحن يعني نرى إحدى إذا أردنا ما هو النصر، هذا التجمع نصر. الثقافة التي نهلها السوريون الذين خرجوا من خارج سوريا من المجتمعات الغربية والعربية هي نصر. الخبرات والإمكانات التي
تكونت وتولدت عند الشعب السوري، عندهم أصبح خبرات سياسية، خبرات اقتصادية، خبرات في عمل منظمات المجتمع المدني، خبرات مؤسساتية وعسكرية، وعسكرية هذه لم تكن موجودة في زمن بشار ولا والد بشار عليهم من الله ما يستحقون في سوريا، لأنهم كانوا يعني يمنعون هذه الأعمال ويحاربون العمل المؤسساتي ويحاربون العمل السياسي والأحزاب والتيارات وهذه التشكيلات. الآن هذه الحرية التي عاشها السوريون لن يبيعوها حتى يحققوا هذا النصر. طيب أذهب إلى لندن أستاذ زياد، أهلا بك. نحن ما زلنا في مرحلة وفي طور قياس نبض الثورة التي وصفت بأنها ثورة مركزية في المنطقة العربية، وتشير المحتويات التي تقدمها مراكز الأبحاث الغربية والدولية على أن أي تغيير في سوريا وفق مراد الانتفاضة أو المنتفضين السوريين قد يتعدى تأثيره إلى المحيط العربي بأكمله ربما. في هذا الإطار فإن إدراك حقيقة ما يحصل في سوريا الآن واستمرار الثورة أو الانتفاضة من عدمه أمر يتعدى الاهتمام السوري إلى نطاق الإقليمي. أريد أن أسألك عن مظاهر وأمارات استمرار الحراك الثوري في سوريا، استمرار الوجود الثوري في الوجدان الجمعي عند المنتفضين السوريين إلى الآن. أولا تحية لك ولضيوفك، وتحية إجلال وأكبار لشهداء الثورة السورية والشعب السوري في الداخل وفي منافي وفي أماكن التشرد. أهلا بك. بالنسبة لهذا السؤال، يعني نحن نعلم أننا خرجنا بداية من أجل الحرية، ولكن الأمور التي خرجنا من أجلها لم تتحقق. كان هدفنا الحرية، الآن كل الشعب السوري سواء حتى في الداخل وضمن ما يسمى بالحاضنة للنظام هنالك أمور يجب أن نذكرها. خرجنا من أجل الحرية، الآن نخرج من أجل استقلال البلد. هنالك 5 جيوش تحتل سوريا، الاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى عدة دول أخرى تحتل البلد. هنالك عودة للمهجرين، يجب أن نناضل وأن نستمر في الكفاح من أجل استمرار الثورة لعودة المهجرين. السلطة ما زالت باقية في دمشق تمارس الظلم وأساليب التعذيب والقهر بحق المواطنين السوريين، لذلك هذا الأمر يجب أن يستمر من أجل كل هذه الأمور، من أجل يعني إطعام الشعب السوري والقضاء على الفاسدين. نحن نعلم أن النظام السوري منذ بداية وجود حافظ أسد في السلطة هو جزء من النظام العالمي في المنطقة، أوجدته الدول الكبرى من أجل الحفاظ على التوازن والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. ولذلك عندما قامت الثورة السورية تريد أن تقتلع هذا النظام من المنطقة، وبالتالي فإن وجود القوى الوطنية على الحكم في سوريا يهدد أمن الكيان الصهيوني، وهذا الأمر لا تسمح به لا القوى العظمى ولا الكيان الصهيوني. ولذلك نرى أن كل العالم وقف ضد ثورتنا حتى لا يتغير هذا الجزء من النظام الدولي في المنطقة. وهنا يكمن الأمر في صعوبة تحقيق مطالبنا، ولكننا سنستمر في ثورتنا إلى أن نقضي على هذا النظام. نحن نعلم أنه منذ عام 1970 وصل حافظ أسد إلى السلطة، ولكن منذ عام 1964 كان هنالك ترتيب الدول الكبرى لإيصال هذا النظام إلى الحكم وبالتالي ضمان أمن الكيان الصهيوني. وهذا الأمر جعل كل الدول تقف ضد ثورتنا، لأن تغيير هذا النظام سينعكس على الوضع الإقليمي والوضع المناطقي في منطقتنا، وهذا يجعل يعني ثورتنا يعني تحقيق أهدافها صعبة ولكن ليست مستحيلة بإصرارنا على استمرار هذه الثورة. طيب أعود إليك دكتورة رغدة، يعني الآن
وجود حراك ثوري، أن كما تفضلت أن الانتفاضة ما زالت يعني تغلي في عروق السوريين. طيب ماذا ينفع هذا الحراك الثوري ووجود الانتفاضة داخل السوريين الآن وممارستهم لها بلا تأثير؟ وأنت تعلمين أن إطار سوريا المستقبلي رسمه جون كيري وسيرجي لافروف وزير خارجية أمريكا وروسيا في مرحلة سابقة، ما قيمة أي حراك انتفاضي في ظل خلوه من تأثير على الأرض؟ أنت قلت أنهم رسموا المنطقة ويعني انتهى الأمر، هل استطاعوا تنفيذ هذا المخطط؟ لم يستطيعوا. لماذا لم يستطيعوا؟ لأن الناس لا تقبل. بالنهاية أي حل سياسي يمكن أن يقوم في سوريا يجب أن ينفذ على الأرض. إذا أرادوا حل سياسي مستمر ودائم يضمن لهم ما يريدون فإنهم يجب أن يسكنوا هذه الأرض. لكن عفوا دكتورة، يعني نعم. الآن ألا ترين بأن مثلا حزب البيكيكي الكردي المصنف على لوائح الإرهاب الدولية في أوروبا وفي أمريكا وفي نعم. تركيا، هذا حزب نسبة إلى الأكراد ربما لا يمثل 1% من الأكراد، نعم. يعني 0.1 بالألف من السوريين، صحيح. ومع ذلك يسيطر على 30% من 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 مساحة سوريا. النظام ليس له شرعية ويسيطر على أكثر من 50%. واقع على الأرض، واقع يقضي بأن المصالح الدول تتحقق. لا تتحقق، لأنها لو تحققت لانتهت الثورة من زمان. لكن هذه الثورة ما زالت مستمرة. هم يعرفون تماما أنهم أي حل سياسي لا يضمن لهم الاستقرار الكامل فإنهم لا يمكن أن يستمروا فيه ولا يمكن أن يحقق لهم ما يريدون. لذلك هذه الثورة واشتعالها واستمرارها في نفوس الناس هذا أكبر دليل على أنها تؤثر وتؤخذ في الحسبان. نحن نظن أن الدول يعني رسمت لنا مستقبلنا وانتهى الأمر. هذا التصور ليس بهذه البساطة. الشعوب الآن لها كلمتها ولها تأثيرها، والدول لا تستطيع تخطي إرادة الشعوب. نحن لا يمكن أن لا نؤثر على دول وقرارات دول، ولكن تعاوننا مع الناس وإبلاغ قضيتنا وإيصال قضيتنا وجعلها رأي عام عالمي، هذه هي مهمتنا. وعن طريق هذا الحراك الثوري ثم من يقول لك دكتورة رغدة نعم. بأن هي لم يضر الثورة السورية أو الانتفاضة السورية إلا تحويلها إلى قضية رأي عام عالمي، لأن العالم أصدقاء سوريا هي لأنها قضية هي التي حق أدرتها. قضية حق وقضية عدل وقضية كرامة وقضية محاربة الظلم واستبداد. كيف لا يمكن أن تكون قضية قيم؟ هذه قضية قيم عالمية يجب أن نحارب. لكن في السياسة الدولية هل يعار كثير قيمة لقضية القيم؟ نحن دائما نخلط بين أن نقول أن السياسة بلا أخلاق وأن يعني نجذر هذا في حياتنا. مهمة الشعوب هي أن لا تجذر هذا في الحياة، مهمة الشعوب هي أن تحارب من أجل إحلال القيم في العالم. لذلك لا يمكن لأي دول فاسدة ولأي إرهاب أو استبداد أن يسيطر إذا لم تخضع الشعوب. الشعوب التي لا تخضع هي التي تقاوم هذا، وثورتنا إذا ظلت مستمرة هي التي سوف تقاوم هذا، هي التي سوف تغير المنطقة كما قال الأستاذ في لندن، سوف تغير المنطقة وتغير العالم ككل، لأنها ثورة قيم بالنهاية. ثورة تريد تحقيق، تريد إعادة توازن فقد في البشرية ودفعت البشرية أثمانا باهظة له. لذلك اشتعال الثورة واستمرار الثورة بالتأكيد سوف يغير وسوف يكون له تأثير كبير جدا، وبالتالي سوف يؤدي إلى أن هذه الدول سوف تعيد حساباتها. لا يمكن أبدا أن لا يكون للسوريين رأي في دولتهم المقبلة. لا يكون لهم رأي إذا خضعوا وإذا سكتوا واستكانوا، ولكنهم هم كل يوم يثبتون أنهم لن يخضعوا ولن يستكينوا ولن يتنازلوا، وهذا هو الأهم. حتى يغير السوريون في ثورتهم دولتهم ويغيروا المحيط من حولهم، ينبغي على الأقل أن يتوحدوا على كلمة سواء، وهو ما عجزوا عنه في 10 سنين. سنبحث عن الأسباب بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم.
طيب الله أوقاتكم. الثورة السورية تعيش عامها 11 وأي عام وهي تحبو في قلب منطقة عاصفة تتخاطفها أنياب الكبار. دكتور عبد السلام، مهما قيل في تضحيات السوريين وفي أهمية ثورتهم ومكانتها ورمزيتها ومركزيتها في المنطقة، فإن ما وصلت إليه بطبيعة الحال لا يسر صديقا وإنما يسر عدوا. نريد أن نبحث معك في الأسباب الجوهرية التي أوصلت الثورة أو الانتفاضة السورية إلى ما وصلت إليه الآن من تشرذم ومن انحسار تأثيرها ونفوذها على الأرض. بداية هي لا تسر حتى عدوا، يعني ما وصلت إليه الثورة السورية لا تسر عدو، لأن العدو كان يراهن على انتهاء الثورة بالسنوات الأولى وخاصة الروس والإيرانيين، لكن استطاعت الثورة الصمود، فهي لا تسرهم، يريدون أن ينهوا. لكن قياسا بسيطرتها ونفوذها الآن يعني في وضع متراجع جدا. يعني لا، أنا أتفائل وأرى الأمر عكس. نحن الآن في مرحلة البناء بعد 10 سنوات. الدول العظمى والتي تدعم كانت نظام بشار الأسد استنزفت حقيقة، لذلك لابد الآن من أن يكون هناك تحول، وهذا التحول يجب علينا نحن كسوريين في الداخل أو في الخارج أن نبدأ نعمل عليه، وهو ما يخص مرحلة البناء في سوريا. البناء في سوريا يبدأ من بناء المؤسسات. قبل الحديث عن البناء، لو أذنت لي هذا سنؤخره للمحور الأخير الدكتور، وفرص التغيير. أنا أتفهم لغة التفاؤل، وهذا يعني ينم عن عزيمة ربما فيك وفي مجتمع الثورة والانتفاضة السورية، لكن يعني ينبغي أن يكون هناك مصارحة مع الجمهور، مع المشاهد، مع المتابع. لماذا وصلت الثورة السورية إلى ما وصلت إليه بعد أن كانت قبضتها كما يقال ربما في حلقوم النظام؟ لا أبدا. نعم، هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية، نريد أن نبحث في شيء من التفصيل. هناك أسباب داخلية للمنظومة في داخل الشعب السوري وأسباب خارجية أثرت على امتداد الثورة وطولها على مدار 10 سنوات. الأسباب الداخلية كلنا يعرف، نظام القديم، نظام الممثل بحزب البعث، كان يحجر على العمل المؤسسات، يحجر العمل السياسي، يحجر على النهوض في البلد، التطور، وفيه كثير من الفساد والمحسوبية وما إلى ذلك. عندما قامت الثورة الآن، الشعب السوري يعني لا نقول ليس عنده إمكانيات، عنده إمكانيات لكن ليس عنده من الخبرات التي تكفي لأن يقود عمل مؤسساتي ناجح أو يقنع بها الدول الغربية. هذه من جهة. التنازع في الداخل، عدم وجود رأس يعني واحد في للشعب السوري، كمان هذا له دور. كل واحد من داخل الشعب السوري الثائر يريد أن يثبت وجوده بما فيه دعم هذه الثورة والنهوض بها. بعد 10 سنوات الآن أتوقع أنه سنتكلم في المحور، وصلنا لهذه كما أرانا، وصلنا إلى هذه المرحلة. الدول الخارجية لها دور كبير في إفشال وإطالة أمد الثورة. لماذا؟ لأنها كانت تبحث عن شريك مناسب لها، يحقق لها مآربها ويحقق لها مكاسبها في داخل سوريا، كما كان بشار الأسد ووالده وأبوه يعني من قبل. لم تجد البديل المناسب. عدم وجود البديل المناسب هذا دليل على وعي الشعب السوري ابتداء من كل مؤسسات المعارضة، وصول المجلس الوطني إلى الائتلاف الآن. لو وجدوا من يقدم لهم البديل المناسب يحقق لهم مطالبهم لا كانت انتهت الثورة منذ سنوات. لكن هذا نحن نراهن على وعي الشعب السوري وقدرته على الاستمرار وقدرته على تمييز الغث من السمين، من الضعيف، من تمام. وهذا يدل على الوعي. مع هذا الوعي صار في تطور الآن، صار في عندنا خبرة، صار في عندنا إمكانيات، صار في عندنا قدرات، صار في عندنا عمل في الخارج وفي الداخل. أنا أرى هذه الأسباب الداخلية والخارجية بالإضافة إلى قلة الدعم، قلة الـ يعني خاصة من أصدقاء الشعب السوري، لم يتلقوا الدعم المناسب الشعب السوري إلى الآن. حتى من أصدقاء الشعب السوري ما كان هناك دعم، لا على مستوى السياسي ولا مستوى الإعلامي حقيقي، ولا حتى على مستوى الإداري والتنظيمي، الخبرات، الدورات، كان ينقص الشعب السوري كثير من هذه الأمور، كان لها دور في تأخير الثورة. وتأخير الثورة كانت هي أحد أسباب النصر أرانا لمستقبل سوريا يعني ما ستكون عليه في قابل الأيام إن شاء الله. طيب دعنا نسمع رأيا آخر من لندن. أستاذ زياد، يعني الحقيقة الانتفاضة وخاصة في مرحلتها السلمية وبدايات عملها العسكري انتزعت إعجاب العالم بل احترامه، لكن ما لم ينتزع احترام العالم من السوريين حقيقة، وأنا أكون صريحا في نقل العبارة، هو عجزهم عن تشكيل
مرجعية موحدة تستطيع أن تخاطب العالم، تعبر عن مصالح العالم في هذا البلد من دون الإخلال بالمصالح الأساسية للسوريين المنتفضين. ما موانع تشكيل جسم سياسي عسكري يشكل مرجعية للانتفاضة السورية برأيك؟ كما ذكر الأستاذ عبد السلام، يعني هنالك أسباب داخلية وأسباب خارجية. يعني نحن نعلم أن الحراك الثوري بدأ عفويا ونتيجة التصحر السياسي الذي عم سوريا خلال 50 عاما من حكم آل الأسد. يعني لا يوجد قائد سياسي، يعني كل من عمل بالسياسي حتى من الأحزاب التي هي خارج حزب البعث كانوا عبارة عن موظفين يأتمرون بالأوامر التي تصدر إليهم من النظام، وبالتالي قامت الثورة ولا يوجد شخص يتمكن أو يمتلك الإمكانية للقيادة. وهذا الأمر يعني صعب جدا. لا يعني أسمع صوتا. نسمعك نعم. فهذا الأمر عدم وجود قيادة سياسية، وكما قلت كذلك أن طبيعة النظام يعني هو جزء من النظام الدولي وجعل كل الدول يعني تضع إمكانياتها. عدا وأكون صريح هنا، يعني بعض الأطراف في المعارضة اعتمدت الاستقطاب الطائفي والتماهي مع النظام في هذا الاستقطاب الطائفي، وهذا كان يعني أكبر ضرر يؤدي إلى منع الثورة من تحقيق أهدافها. وعدا عن ذلك الشعور الديني لدى البعض، وكأنهم كانوا يريدون أن يستقطبوا المتشددين من الخارج، ومما جعل الآخرين ينظرون إلينا وكأننا إرهابيين في بعض المناطق. عندما تحول العمل إلى العمل العسكري هنالك التنافس بين الضباط المشقين، ويعني بغض النظر عن الأسماء بإمكاني أن أعطيك عشرات الأسماء، هنالك غرفة الموك والموم. هذه الغرف التي شكلت بعد 2013 وهي التي وجهت العمل العسكري، كان الضباط السوريين عبارة عن أدوات وحرموا من هذا الدور. كانوا عند يعني أدوات عند الضباط في غرفة الموك والموم التي تديرها CIA. وعدا عن ذلك الاختلاف بين الدول الإقليمية الداعمة التي تدعم بعض الفصائل انعكس على الأرض، وسأصبح التناحر بين الدول في الإقليمية ينعكس على الوضع في سوريا، وأصبح هنالك تناحر بين الفصائل التي تتلقى الدعم. وهذا كله أثر تأثيرا كبيرا على يعني على عدم الالتقاء بين الضباط وتشكيل قيادة يمكن أن تسير في الثورة إلى الأمام. وها نحن الآن نرى أن الوضع كما هو عليه، وإضافة إلى أن روسيا بكل ما فعلته من منصات وإنشاء منصات، سواء منصة القاهرة أو منصة موسكو واعتماد، والأهم من ذلك كله أن القيادة السياسية التي تقود المعارضة الآن وجدت وشكلت من خارج سوريا. الدول الإقليمية وبعض الدول في الخارجية التي شكلت قيادة الائتلاف، هؤلاء وأقولها بكل صراحة، زعل من زعل ورضي من رضي، أنهم لا يمثلون الشعب السوري، وإذا ولا يعني ينتخبون ولا يمثلون إرادة أحد. وعندما طرح الائتلاف يعني عندما اقتربت موعد الانتخابات طرح إنشاء المفوضية للانتخابات، نرى أن الشعب السوري كله في المنافي وفي الداخل انتفض ضد هؤلاء. فلذلك آلية العمل، لا قيادة تمثل الثورة،
التنافس بين الضباط، سيطرة الدول الكبرى على القرار العسكري والسياسي في سوريا أدى إلى عدم تشكيل يعني قيادة يمكن أن تقود الثورة إلى النهاية، وهذا ما هو الحاصل حقيقة. يعني كلام طيب، أشكرك على التحدث بموضوعية. عطفا على ما ذكره ضيفنا من لندن دكتورة رغداء، إلى أي مدى تتفقين أو تخالفين الطرح القائل بأن النظام لم يحقق انتصاراته من تلقاء نفسه أو بدعم روسي بقدر ما كانت انتصاراته هدايا من مجتمع الثورة الذي ارتضى أن تتحول انتفاضته أو ثورته إلى قضية معارضة وسلطة، وتشكلت المعارضة جسما سياسيا هو حقيقة منفصل عن الواقع الثوري في الداخل، وهو يعبر عن مصالح الدول المؤثرة في سوريا أكثر مما يعبر عن مصالح الانتفاضة. طبعا نحن يعني أنا أود الإشارة لنقطة مهمة جدا، عندما نتحدث عن ثورة لا نتحدث عن شيء منتظم، لا نتحدث عن شيء يعني مرتب، عن شيء جاهز، إنما نتحدث عن حالة يعني حالة ثورية مع الأيام هي تبدأ تبلور السياسات المطلوبة. وكما أشار الدكتور عبد السلام، السوريون لم يكن عندهم خبرة بالعمل السياسي، لم يكن عندهم خبرة بكثير من المفاهيم، كثير من المفاهيم الآن بدأوا يطرحونها وبدأوا يناقشونها، يعني مواضيع كثيرة لم تكن تخطر على بالهم ولم يكونوا يعرفون التفريق بينهم، لأن كان هناك خنق كامل أيام الاستبداد. اليوم إذا قلنا أن النظام انتصر، على أي أساس انتصر؟ ما هي الانتصارات التي حققها؟ هو تعرى أمام المجتمع الدولي كاملاً، الناس صارت أكثر فهماً لحقوقها، كل أشياء كثيرة حققتها هذه الثورة. نعم هناك أخطاء، هذا شيء يعني موجود وأكيد 100%، ولكن هل يمكن أن نقول أن هذه الأخطاء على فداحتها أثرت على إرادة الشعب السوري؟ هل أثرت على فهم الشعب السوري وعلى وعيه؟ بالتأكيد أنا من جهتي حتى الآن أقول إنه الشعب السوري يمتلك من الوعي ما جعله قادرا على أن يحبط كثير من الأشياء التي كان يمكن أن تقضي على الثورة من السنة الأولى. مثلا عندي كثير من الطروحات التي طرحت بداية من أجل تمييع الثورة السورية، خذ القرارات الدولية التي نحن نطالب الآن بتنفيذها من بيان جنيف أو من قبلها المبادرة العربية التي لم تنفذ، ثم بعد ذلك خطوات كوفي عنان وبيان جنيف واحد والقرارات الدولية التي جاءت فيما بعد كانت دائما تطرح هيئة حكم انتقالي بالموافقة المتبادلة. بالموافقة المتبادلة تعني أنها والتي تشمل الجميع، دائما كان هناك هذا الطرح. عندما وجدت أن هذا لا يمكن مع هذا النظام القاتل، النظام البراميلي، النظام الذي قصف شعبه بالكيماوي، وبدل أن يخرج قرار أممي يعني يحاكم هذا المجرم، خرج قرار أممي ضعيف يقول لك خذوا الأسلحة الكيماوية، لكنهم لم يستطيعوا إخماد ثورة الناس، الناس لم يستطيعوا ترهيبها، لم يستطيعوا تركيعها، لم يستطيعوا فرض حل سياسي عليها. حتى لو قلنا ما قلنا بكل هذه الفجائع التي نراها أمامنا اليوم، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول لما يريدون. هذا يعني أن الثورة السورية أنا من جهتي لا أعتبرها أنها يعني رغم التضحيات، ويمكن كان يمكن أن تحقق انتصارات بطريقة ربما أفضل من هذا الشيء، ولكن عمليا إذا قسناها بمقياس الشعوب وبمقياس فلسفة الثورة وبمقياس التغيير السنني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، فقد أحدثت هذا التغيير. وبهذا المعنى أنا من جهتي أجد أننا يمكن أن نستثمر الآن هذا التغيير، إذا استطعنا استثماره هذا التغيير الحاصل ونقل سوريا إلى بلد فعلا بلد مؤسسات، عندها سوف نكون قد حققنا أهداف الثورة حقيقة. أهداف الثورة إلى أي مدى يمكن تحقيقها سنبحثه بعد قليل بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أريد أن أسأل الدكتور عبد السلام، يعني عدم وجود جسم أو مرجعية ثابتة للثورة أدى إلى خسائر كبيرة حقيقة، مثل ذلك يعني موضوع اتفاقات خفض التصعيد التي مهدت لخسارة مساحات واسعة من الأراضي لصالح الانتفاضة، وما مهد بعد ذلك لخسارة أوراق سياسية. يعني الآن حتى لو دخل في مفاوضات سياسية مع نظام الانتفاضة فإنها لا تملك مساحة على الأرض تفاوض وتناور أو تكون يعني قوة ردع بالنسبة لها. مع ذلك دكتور، حتى الآن الانتفاضة لم تتفق على جسم
مرجعي واحد، هل من سبب يفسر استمرار هذه الحالة التشرذمية برأيك؟ شوف أنا أختلف معك قليلا في هذه القضية. تفضل. طبعا هي كانت ثورة وانتفاضة وبدأ وصار أصبحت مقاومة، والآن أنا أقول أنا استمرارية في بناء، أنا متفائل في بعد العشر سنوات. حديثنا ليس مرتبطا بالتفاؤل من التشاؤم بقدر ما هو وقائع وحقائق. سنتكلم فيها قضية أن يكون هناك مرجعية واحدة للشعب السوري يرضى بها كل أبناء الشعب السوري، هذا شيء من المستحيل حتى في ظل وجود الدولة المستقرة، فما بالك نحن نريد شيء مثالي في ظروف غير مثالية، هذا شيء من المستحيل. قدر ممكن على الأقل. هذا أولا. ثانيا اليوم حقيقة كان المجلس الوطني من قبل والآن الائتلاف هو معترف به ممثل للشعب السوري، بمعنى أنه يتكلم وينقل ما يريده الشعب السوري للخارج، وكذلك هو يعني ينقل ما يريد المجتمع الدولي إلى الداخل. الآن في تقصير في هذا الشيء، أكيد في تقصير، في تراخي، في قلة متابعة بين امتداد والحاضن الشعبية في الداخل، في هذا الشيء موجود، لكن هذه الجهة لا نستطيع أن نجلد ذاتنا أو ذواتنا. إذا ذهب الائتلاف وأحضرنا جسم آخر سنعود إلى نفس المشكلة، لأننا نعيش أصلا في حالة غير مثالية، الوضع في الداخل غير مستقر، الوضع في الخارج مرهون لتحكم لحكم دول مختلفة ومكاسب ومصالح وإلى آخره، وبالتالي تريد أنا أرى من وجهة نظري أن المعارضة بالرغم من الضعف التي تمر به وحالة ربما إذا سميناها تشرذم أو قلة المتابعة مع الحاضنة، هي في حالة لا بأس بها ولكن تحتاج إلى إصلاح، ربما أتكلم فيه بعد قليل خطاب الإصلاح، لكن بحاجة إلى إصلاح. المعارضة الآن موجودة ممثلة بالائتلاف، عليها كثير من الواجبات، تقوم بدورها ممثلة للشعب السوري، لا يمكن أن يكون أكثر مما كان بغض النظر عن الإخفاقات الآن نتكلم. من هي المعارضة؟ عندنا جسم سياسي الآن، عندنا جسم سياسي رضي فيه الدول ومرضي من الداخل لدرجة معينة. الداخل هيئة التفاوض يا أستاذ جهاد. أنا أسأل دكتور، يعني تقصد أن هيئة التفاوض تمثل الشعب السوري؟ لا، نتكلم عن الائتلاف نحن، ومن بثق عنه من أجسام أخرى رضي عنه الشارع أو لم يرضى عنه، كل شيء له حدود معينة. مثلا نحن اللجنة الدستورية نعارض ذلك، لماذا؟ لأن الثورة السورية لم تخرج لأجل الدستور، في كلامنا الدستور موجود، المشكلة ليست في الدستور. طب لماذا تريدون أن تميعوا القضية وتحرفوا البوصلة باتجاه مثلا الدستور السوري؟ قضايا تتعلق سياسية وليس علاقة وليست قضايا دستورية. بدعة السلال الأربع مع ديمستورا، يعني هذه بدعة، هذه تشرذم، هذه تفرق. طب هل المعارضة نعم مجبورة المعارضة ذلك نتيجة التدخلات الخارجية، إذا هناك مصالح دولية لابد أن تراعيها. المعارضة تقع تحت ضغط كبير جدا، تحاول أن تراعي هذه المصالح الدولية، تحاول أن تحقق ما تستطيع من مكاسب للداخل. هل قصرت؟ أقول لك قصرت، يجب عليها أن يكون يعني في أقل من دقيقة يجب أن يكون على المعارضة في الخارج هدفها الأول والوحيد هو الحاضنة الشعبية، لأنه صاحب القرار الأول والأخير في ذلك. دعني أنقل لك سؤال أصغر ثائر في سوريا وهو على لسان عوام السوريين من المنتفضين. هذه الانتفاضة المعارضة التي قلت إنها تمثل الشارع السوري أو الانتفاضة السورية، والتي خضعت لضغوط كبيرة وبموجب هذه الضغوط قدمت تنازلات خسرت بموجبها الانتفاضة السورية، لماذا هذه المعارضة لا تدخل إلى الداخل ويكون قرارها حرا متحللا من أي ضغط؟ هذا ما نريد أن يكون بعد عشر سنوات الآن. أنا عندي هذا منذ عشر سنوات يطالب به المنتفضون الآن الفرصة بدأت متاحة أكثر، الآن في لهم مكاتب في الداخل يعملون. أنا لا أتكلم عن التقصير، التقصير وارد، لكن نحن اليوم لا نستطيع أن نهدم ما تم بناؤه على مدار عشر سنوات. نقوم بهدم هذه المؤسسة، كيف لنا نبني مؤسسة أخرى؟ الإصلاح، إعادة الهيكلة، الترميم هو المطلب. لكن الشارع الثوري يقول إن هذه المعارضة هي تمثل الدول أكثر مما تمثل الثورة. شوف، المعارضة السياسية بشكل عام أو الجهة السياسية أو أي مؤسسات سياسية ستكون سواء كانت لدولة مستقرة أو غير مستقلة لابد أن تراعي القضايا الدولية، لأنك أنت عايش في ضمن محيط ما في أحد يعيش وحده في هذه الدولة، وخاصة موقع سوريا، موقع سوريا الجغرافي، موقع سوريا الجيوسياسي، موقع سوريا غير باقي الدول الربيع العربي لها أهمية خاصة، وبذلك نجد هذه الصراعات بين الدول. نحن نريد الدول الآن، المعارضة بشكل عام يا سيدي أنا أرى أنها موحدة، متوحدة أقل ما في على الخطوط العريضة، إسقاط النظام والمبادئ الخمسة التي ذكرها المجلس الإسلامي السوري، الكل يعني متوحدون على مشكلتنا في توحد الدول. نريد من الدول الغربية العربية التي تقول أنا من أصدقاء الشعب السوري، ونريد أن يعني نحقق مآرب الشعب السوري، أن يتوحدوا لمصلحة الشعب السوري. هم يختلفون فيما بينهم لمصالحهم الشخصية، هذا الاختلاف يعود على الشعب السوري بالضرر. طيب
فرص التغيير الممكنة بعد كل هذه السنين والتغييرات الكبيرة والعميقة التي أصابت الانتفاضة السورية هو ما نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا بكم أستاذ زياد في لندن. استنادا إلى موازين القوى العسكرية وحتى السياسية، نظام وراءه حلفاء ثابتون ربما ليس حبا به بقدر ما هو يعبر عن مصالحهم، وانتفاضة تمثلها معارضة مفككة تخضع لتوازنات الدول التي ضغطت باتجاه تشكيل هذه المعارضة. في ظل هذه المشهدية، هل يمكن التحدث عن فرص ممكنة لإحداث تغيير حقيقي في سوريا المستقبل؟ يا سيدي، فرصة التغيير هي فرصة حتمية، لأننا لا يمكن أن نسكت عن هذا النظام وجرائمه بحق الشعب خلال 50-40 عاما مضت و10 سنوات من عمر الثورة، وهذا يمكن أن نحققه بالاعتماد على قوانا الذاتية وأن نجد من يمثلنا تمثيلا حقيقيا. الأستاذ عبد السلام قال أن هذا الائتلاف جسم ومؤسسة، نعم مؤسسة، ولكن انظر إلى ما فعله الائتلاف إلى يومنا هذا، هل حقق شيئا من أهداف الثورة؟ يتماهى ويتماشى مع كل ما يطلبه المجتمع الدولي بإعادة تعويم النظام، هيئة تفاوضية، لجنة دستورية، كلها هذه لم يثر الشعب لا من أجل الدستور ولا من أجل تغيير هذا النظام، وبالتالي لا يمكن لنا أن نصمت وأن نسكت عن حقنا، ولا بد لنا أن نستمر في ثورتنا بالاعتماد على قوانا الذاتية وفضح أي جهة من المعارضة تتعامل مع الخارج وتضع مصلحتها ومصلحة الخارج على حساب مصلحة الشعب السوري ومصلحة سوريا، والقيادات الواعية التي تتلمس مصلحة الشعب السوري موجودة ولكنها مهملة ومهمشة، ولا بد لنا أن نبحث عنها ونجد السبيل لأن تقود هذا المجتمع. لا يمكن، يعني لا يمكن أن نصدق أن في هذه المجموعة الكبيرة من الثوار من لا يصلح أن يكون قائدا ثوريا يجب الاعتماد عليه. هنالك مصالح للدول وهنالك يعني ارتباطات للدول مع بعضها من أجل إيجاد الثورة، ولكن لا بد لنا أن نصمد وأن نعمل ما بإمكاننا للتصدي لهذه الأعمال من أجل إنجاح ثورتنا، ولا بد لنا أن ننتصر. ولذلك أقول فرصة التغيير حتمية، والثورة كالحرب، إن خسرنا جولة لا يمكن أن نخسر إذا خسرت جولة من جولات الحرب، لا ليس هو خسارة للحرب، معذرة إنما خسارة لجولة من جولات الحرب. معذرة، يعني الوقت يضيق، ويعني بدقيقتين من فضلك دكتورة رغداء، يعني أنت عضو اللجنة الآن التي حقيقة هي تحارب على جبهة صوغ الدستور السوري. صحيح أن السوريين يقول ليست المشكلة في وجود دستور سوري من عدمه، لكن الآن
ما يقال بأن سوريا المستقبل ستكون مقدسة للدستور، نعم. لكن ما يقال من جهة أخرى بأن دستورا شيطانيا يعد لسوريا، نعم. إلى أي مدى تتفقين مع هذا الكلام؟ طبعا اللجنة الدستورية حتى الآن هي لا تقوم بكتابة أي دستور. اللجنة الدستورية الآن تحولت إلى منبر تفاوضي مع النظام. النظام حتى الآن كل ما يطرحه في اللجنة الدستورية هو نفس ذات النقاط التي يريد طرحها وذات الرسائل التي يريد توصيلها. هو يستخدم اللجنة الدستورية من أجل إيصال رسائل للدول. ونحن كيف يجب علينا أن نستخدم هذه اللجنة الدستورية؟ يجب علينا أيضا أن نستخدم هذه اللجنة الدستورية لإيصال ولإسماع العالم كلنا صوت السوريين وما يريده السوريون من بعد عن الاستبداد ومن سيادة القانون ودولة الدستور التي تحافظ على حقوق الناس وكرامتهم. كل هذه الآن، لكن هذه اللجنة حتى الآن لم تقم بعملها. بالتأكيد السوريين لا يريدون، لم يخرجوا من أجل الدستور، ولكن كل دولة حديثة ودولة نريد بناءها لابد أن تقوم قائمة على أسس قانونية ومنها وعلى رأسها الدستور الذي يجب أن يصاغ بصياغة صحيحة كما يريده السوريون. الآن إذا قيل أن سيقدم لنا دستور وسنوقع عليه أو غير ذلك من ما يقال، هذا يبقى بالتأكيد لا نستطيع القيام بهذا حتى لو أردنا ذلك، لأننا بالنهاية نحن أبناء الشعب ونحن أيضا لا ننفذ إلا ما يريده الناس. أنا من جهتي واحدة من الناس اللواتي خرجنا وتهجرنا واعتقل قسم من أهلي واستشهد كثير من أقربائي، وبالتالي لن أرضى أن يكون هذا المنبر الذي نحن فيه من أجل شرعنة النظام. طبعا مفهوم هذا الكلام، ولكن قد يقول قائل بأنك لست وحدك في اللجنة الدستورية المصغرة. ولست وحدة التي أفكر بهذه الطريقة. جميل جدا. دكتور عبد السلام أختم معك. الآن سوريا أو الحل في سوريا لم يعد رهنا بالسوريين وحدهم، وإنما هناك قوى مؤثرة، روسيا، إيران، تركيا وأمريكا، وإن كانت تركيا هي يعني الحليف الوحيد تقريبا للانتفاضة السورية. ما طبيعة التغيير الممكنة في ضوء هذه الصورة باختصار؟ طيب سأختصر هذا في ثلاث رسائل، اسمح لي دقيقتين معنا في دقيقتين ثلاث رسائل أوجهها تحت عنوان ضرورة وتحدي. نعم. الآن بعد 10 سنوات أنا متفائل بالعشر سنوات القادمة الأخرى سيكون حال سوريا يختلف تماما إذا استطعنا أن نلتزم ويعني نستفيد من هذه الرسائل لعلها تكون فيها غير. أنا أوجه الرسالة الأولى لأبنائي، أبناء الشعب السوري وأخوتي الخاصة في المناطق المحررة الذي الشمال السوري، نعم. اللي بيستطيع من خلاله يتحرك بسهولة وعنده يعني حرية كافية للعمل. الرسالة الأولى أوجه له أن يتكاتفوا ويتحالفوا ويتآلفوا فيما بينهم، يقدموا أصحاب الاختصاص، أصحاب الكفاءات، النخب، يبحثوا عن الرموز الوطنية الشعبية بينهم ويصدرونها إلى المشهد. عليهم أن يجتمعوا ضمن عمل مؤسساتي، ضمن عمل أنا أدعو ودائما أدعم للعمل السياسي. العمل السياسي هو العمل المنتج الذي نستطيع من خلاله بناء الدولة. يتوجهوا، ينتسبوا إلى الأحزاب، ينتسبوا إلى التيارات، ينتسبوا إلى من دون ترك السلاح طبعا. بدون السلاح شيء آخر، نحن نتكلم عن السياسة، عن السلمية. في تيار، في حزب، في تكتل سياسي، يتوحدوا، يتكاتفوا، بدل ما يكون عندنا 10 أحزاب 20. أدركنا الوقت، النقاط الأخرى لا السريع 200 حزب لا بأس. هذه الرسالة الأولى حتى نبدأ ننجز في المرحلة القادمة. الرسالة الثانية للممثل الشعب السوري وهو الائتلاف، عليه أن يعيد هيكلة نفسه بشكل سريع، يضع الممثلين الحقيقيين للشعب السوري في داخل هيكلة الائتلاف ليقوم بدوره الحقيقي. والرسالة الأخيرة للمجتمع الدولي عليه وأصدقاء الشعب السوري، عليهم أن يتكاتفوا لدعم إرادة الشعب السوري في التغيير، ولأنه 10 سنين الآن كفاهم. أشكرك. ما في أي تقدم، عليهم أن يعرفوا أن الشعب السوري الآن من أجل المستقبل يجب عليهم أن يدعموهم. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ختاما في هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام. كان معي في الاستوديو الدكتورة رغدان زيدان عضو اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، وكذلك الدكتور عبد السلام البيطار رئيس اللجنة التحضيرية في حزب الوئام السوري، وكان معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ زياد المنجد الكاتب الصحفي السوري. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.